السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سوف نتعلم عن طريقة تشغيل الفيديو يوتيوب في الخلفية، أو بما يسمى في الإنجليزية الباكجراوند. أولا نقوم بالدخول إلى تطبيق يوتيوب، وهذا مستحيل من تشغيله في الخلفية، أي لا نستطيع. نقوم بفتح فيديو لنقوم بتجربته. كما ترون هذا الفيديو، والآن عند الرجوع إلى يوتيوب قام بإيقاف الفيديو، وإذا عند إطفاء الهاتف سوف يقوم بإيقاف الفيديو. لنتعلم الطريقة. سواء كنت أندرويد أو آيفون لديك متصفح، سواء كروم كان، سواء كروم أو فايرفوكسي أو سفاري، فقط ندخل إلى المتصفح ونقوم بالبحث عن يوتيوب، وثم نقوم بالنقر استمرار عن كلمة يوتيوب أو موقع يوتيوب، ثم نقوم بالنقر عن Open in New Tab أو فتح نافذة جديدة أو صفحة جديدة، ثم بالانتقال إلى الصفحة، ثم بالنقر عن القائمة المسجلة في جوجل كروم، ثم بالنقر عن Desktop Site. ثم بعد أن قمنا بتفعيله نقوم بالنقر عن باختيار فيديو، سواء كان موسيقى أو فيديو شرح تعليمي أو أي نوع من الفيديو أخرى، فقط نختار الفيديو وثم نقوم بانتظار الإعلان، وأيضا نستطيع الإعلان تشغيله في الخلفية. مثلا هذا الفيديو قام بالبدء، نقوم بإغلاق البرنامج ثم بتنزيل القائمة في الهاتف أو قائمة الإعدادات، ثم نقوم ببدء الفيديو في الخلفية. والآن كما ترون يعمل الفيديو في الخلفية ونستطيع مشاهدته من هنا، ونستطيع من الدخول عن تطبيق مثلا جوجل بلاي أو أي تطبيق من آخر، والفيديو يعمل في الخلفية. وإن رغبنا بإيقافه سوف نقوم بالنقر عليه، وثم نقوم وإن رغبنا بإلغائه سوف نقوم بسحبه إلى جهة اليسار. ومع السلامة، أتمنى الفيديو أفادكم.